مستشفى جابر الناس تهاوشت عليه بتويتر وهو الحين جرب يخلص، راح يكون فقط للمواطنين ولا مواطنين ومقيمين؟ انت شنو ودك؟ لا انا خليني اقول لك، مستشفى جابر طبعا هو من المستشفيات اللي يعني تحظى باهتمام كبير بالحكومه، مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والاشغال، لان هي قاعد تبني والصحه، فاحنا منتظرين الاشغال يسلمونا اياه، لان احنا مو قاعد نبني عند، لكن احنا قاعد نمشي بخط متوازي بان احنا نعد الكوادر الفنيه لها والاجهزه الطبيه المتاحه او المناسبه لها. احب ابشر ايضا بان احنا قاعد نتفق مع شركه من الشركات الحكوميه الموجوده بهيئه عمل الاستثمار بانها قاعد تعطينا عروض او انها تعطينا افضل عروض المقدمه لاداره هذا المستشفى باداره عالميه. سؤالك اذا كان حق الكويتيين غير الكويتيين، انا يعني عن طريق قناه المجلس المميزه احب اقول بان انا اصدرت قرار بأن يخصص في حين استلام مستشفى جابر للكويتيين وليس انتقاصا لغير الكويتيين، لأن الخدمة الصحية سوف تقدم للجميع سكان أهل الكويت في أي مراكزها الصحية، لكن مستشفى جابر سوف يكون إن شاء الله للكويتيين. وهذا بعد حتى أنا جبت عشان أوريكم إياه كقناة المجلس، هذا القرار اللي وقعته بأن مستشفى جابر إن شاء الله راح يكون للكويتيين، يخدم بحيث أنه يعطي مساحة أكبر لعلاج المواطنين. هو بالتأكيد أن المواطن له حق في دولته بأنه يتلقى عناية خاصة، لكن ما تخشى أن البعض ممكن أن يوجه اتهام بأن في نوع من العنصرية؟ هذا قاعد أوصل لك إياه، العنصرية وينتي؟ إذا أنت ما قدمتي له العلاج، أو العنصرية وينتي إذا أنت مثلا ما أعطيتي الدواء المناسب له، لكن إذا أنت تعطينا العلاج والدواء والأطباء فماكو في تمييز ابدا بان يكون هناك علاج للكويتي غير الكويتي، ما ميزنا احد. لان حقيقه اصبح في تذمر من بعض المواطنين بان ادوارهم جدا بعيده في المستشفيات بسبب لان اساسا كتركيبه سكانيه عدد الوافدين يعني مهمه أكبر. مثلا في مستشفى فرونيه تقريبا الربع الكويتيين وثلاث ارباع غير الكويتيين. ايضا مستشفى مبارك تقريبا. ومستشفى مبارك مستشفى زحمه. على صعيد القطاع الطبي الخاص. بس ترى على فكره في شيء مهم، انه مستشفيات الضمان الصحي اللي هي تابعه لهيئه عمل الاستثمار راح تغطي الوافدين بمقدار 1.8 مليون وافد خلال ان شاء الله السنوات القادمه، فراح يبنى لهم مستشفيات خاصه فيهم ايضا في ثلاث مناطق سكنيه او ثلاث مناطق بالدوله. زين دكتور، ودي ما فيها عنصريه، ودي نبشر المواطنين بخبر حلو، يعني مستشفى جابر متى راح تفتتحونه؟ بس يسلمونا الاشغال ان شاء الله على طول راح يكون احنا حتى هذه، شوف انا جايب معاي هذه خطه متكامله لمستشفى جابر فيها المراحل جميعها من الحراسه، تنظيف، التمريض، الاطباء، فان شاء الله بس مجرد ما يسلمون الاشغال، لان الاشغال يعني عندهم هم الانشاء والبناء، فمجرد ما يسلمونه نحتاج احنا الفتره الزمنيه التحضيريه ثم ان شاء الله راح يدخل خدمه الوطن ان شاء الله باذن الله، يعني ما يكون بعيد وايد باذن الله، راح يكون قريب باذن الله، انا متفائل. يعني ممكن يكون في السنه القادمه؟ لا بالتاكيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.